طيب أستاذ بشار، متى يقود الشعب الفلسطيني أمثال أبو رعد خازم؟ يعني إشارة الأستاذ الكريم إلى نوع من أنواع تحدي وجود قيادة فاعلة ومؤثرة حقيقة لابد من الانتباه إليه، ولابد من الاستشعار إنه هذا العطش الشعبي الفلسطيني إلى شخصيات تمثل طهورية الفعل المقاوم مثل أبو رعد، وأن يتقدم ببساطة وبدون جهود وبدون يعني استعراض وبدون إعلام وكذا، أن يتقدم وإذا به يقود الحالة الفلسطينية ولو بصورة لحظية أو مؤقتة، مش مهم، بس هذا يؤشر على أن الحالة الميدانية تحتاج إلى، مع أنه مشروع شهيد الآن أبو رعد خازم. لا شك، لا لا، هو موضوع أبو رعد، أنا يعني موضوع أبو رعد هو مقاوم وأب مقاومين وأب لمقاومين وأب لشهداء. وبالمناسبة يعني أبو رعد مش هذاك الإنسان عفوا العجوز اللي ممكن ينحكى عنه، لا، هو ما زال في عز عطائه. أيوة، وبالتالي يعني لا أستبعد أن يكون هو على فوهة مدفع بكرة، هو وغيره بسنه أكبر وأقل. يعني إحنا اليوم في حالة، لكن السؤال المتعلق بموضوع القيادة والحاجة أو تحدي وجود الدور القيادي الميداني اللي بنتظر الشعب الفلسطيني، واللي شفناه بمجرد ظهور أبو رعد وقبله أم إبراهيم النابلسي وغيره، إنه الشعب الفلسطيني يحتاج إلى وجود القيادة الميدانية الفاعلة المؤثرة اللي بتعبر عن وحدة ميدانية شعبية قادرة على أن تتجاوز كل أحمال المرحلة السابقة السلبية بغض النظر عن ألوانها وأنواعها وعناوينها. هذا أظن السؤال اللي إحنا معنيين فيه، واللي بتطرحه هاي الجماهير اللي بتطلع وبتمشي خلف أبو رعد وبين قوسين تأتمر بتوجيهاته. هل يمكن لهذا المشروع أن يستمر الآن، أم سيتم القضاء عليه بإجراءات الاحتلال وبالتعاون مع منظومة التنسيق الأمني؟ سؤال في منتهى الدقة والحساسية اللي بتتفضل فيه. الشعب الفلسطيني كما قلنا إنه كتاب وتقرأ فيه صفحات مشرقة وفي عناوين مشرقة أكثر زي أبو رعد، هذا الكتاب لن ينتهي وستستمر صفحاته، في صفحات منشوفها وفي صفحات راح يشوفوها أبنائنا أو غيرنا، لكنها الصفحات مستمرة. بس السؤال إنه أنا عشان أنتظر موجة مقاومة جديدة، هل أنا لازم أستنى تضحيات أخرى وعشرات السنين؟ الخوف من إنه يتم احتواء الحالة المقاومة هنا أو هناك من خلال عزل الجزر والقضاء عليها لا سمح الله، فنحتاج أن ننتظر تضحيات أخرى وسنوات أخرى، 5 سنين ولا 10 سنين. إحنا تحدي أمامنا، بالذات أهلنا في الضفة الغربية اللي أثبتوا أنهم على قدر هذا التحديات مرة تلو المرة تلو المرة أنهم يحافظوا على هذه الحالة اللي تتمدد، ولا نحتاج إلى سنوات أخرى لإعادة بنائها من جديد. لابد أنه إحنا نحتضنها كلنا في داخل فلسطين، لا شك الواجب علي أمامهم أعظم، والشرف اللي يقومون فيه أكبر، لكن هذا مسؤولية الجميع، حفاظ على هذه الحالة، حفاظ على الروح المقاومة وعلى الفعل المقاوم وعلى انتشاره وعلى حمايته واحتضانه ونقله من خارج، ناقله إلى خارج جنين ونقله إلى خارج نابلس ونقله إلى خارج المسجد الأقصى، وأن يتشكل حالة مستمرة ممتدة في الضفة الغربية وربما أيضا خارج الضفة الغربية. طيب أذهب إلى غزة، معنا الأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، الحالات الفردية التي شهدناها، يعني حتى أبو رعد خرج من الأجهزة الأمنية وهناك حالات مشرقة ونماذج من أبناء الأجهزة الأمنية تصدوا للاحتلال واستشهدوا، هل يمكن أن تتحول هذه المسألة إلى حالة عامة؟ هل يمكن أن نشهد انقلابا في العقيدة الأمنية داخل الأجهزة الأمنية مع هذا المشهد من التضحيات من الشباب قبل إبراهيم النابلسي وبعده وقبل عبد الرحمن خازم وبعده؟ هل الضفة الغربية تقول لنا بأنه هذا التغيير بدأ؟ أنا أعتقد نعم، لأن هذه الأجهزة الأمنية أفرادها هم فلسطينيون في المقام الأول، رغم التضليل الذي عاشوه ورغم الخداع الذي مارسه قادتهم من أتباع التنسيق الأمني ورجال أوسلو، أعتقد أن هناك بدأت الآن صحوة ولو بشكل أو بآخر وهي قابلة للزيادة. ثم أنا أود أن أبشر أخونا بشار بأن جنين يعمل الاحتلال على الاستفراد بها، ولكنها اليوم ليست لوحدها، هناك كانت نابلس
ثم منطقة الغور. واليوم استمعنا إلى البطل المطارد تركمان من قبل الاحتلال الصهيوني في كلمة له في مدينة جنين، وهذه ظاهرة انتشرت. الخليل بالأمس القريب انضمت إلى نابلس وإلى جنين، معنى ذلك أن حالة المقاومة الفلسطينية بدأت الآن تنتشر في أغلب الضفة الغربية، وهذا مؤشر خير، مؤشر أن هناك حالة من الحراك الكبير، وحالة من الأدوات التي استخدمها المقاومون اختلفت عما كانت عليه في الماضي رغم أهمية الأدوات السابقة، ولكن اليوم بات يستخدم نوعا آخر، وهذا ما يخشاه الاحتلال، الرشاش. هذه مسألة مهمة جدا، وهناك عمليات لإطلاق النار كثيرة قد لا تكون اليوم ذات جدوى في إصابة الاحتلال الصهيوني، ولكنها في طريقة لتحقيق ما يسعى إليه الشعب الفلسطيني. لذلك أبو فتح خزام وما حدث في نابلس وما سيحدث في بقية البلدان أو المدن الفلسطينية سيؤكد أن ظاهرة المقاومة ضد المحتل هي التي ستسود. لكن أستاذ مصطفى، ربما هذا النهج، ربما يقول البعض أستاذ مصطفى أن هذا النهج سيؤدي إلى المزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني، بخلاف ما يتبعه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من نهج يفضح الاحتلال وجرائمه عبر المنابر الدولية، يستنجد بالمجتمع الدولي، يورط الإدارة الأمريكية بلعب دور أكبر لحماية الفلسطينيين بعيدا عن لغة البندقية والسلاح وما يعتبره السيد عباس بأنه عنف أو حتى إرهاب. منذ 30 عاما ماذا فعل محمود عباس؟ ماذا قدم للشعب الفلسطيني؟ ألم يتنازل عن الأرض الفلسطينية بالكامل؟ ألم يلاحق المقاومة الفلسطينية التي تكشف سوءة الاحتلال؟ إلى أي من المؤسسات الدولية ذهب لكي يفضح هذا الاحتلال؟ إلى أي قرار اتخذ في مؤسسات الشعب الفلسطيني استجاب محمود عباس؟ يا سيد الفاضل، أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وخاصة أولئك الذين كانوا يأملون من محمود عباس أن يحقق لهم شيئا ما، كشفت أمامهم الحقيقة وباتوا اليوم على قناعة تامة بأن هذه السلطة لا تقدم لهم خيرا، بل هي جاءت لتزيد العبء عليهم. ولذلك انظر ماذا حدث في خطاب محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. هل هذا خطاب مسؤول فلسطيني يدعي التمثيل للشعب الفلسطيني؟ أليس هذا بخطاب الاستجداء والهزيمة والانبطاح؟ هذه مسألة يجب أن ندركها وأدركها الشعب الفلسطيني، وأعتقد أن الضفة الغربية باتت اليوم على قناعة تامة بأن هذه السلطة لن تزيدهم إلا خبالا ولن تزيدهم إلا ضعفا، وهي قائمة على أساس التعاون الكامل مع الاحتلال الصهيوني وتقديم كل ما لديه من معلومات وملاحقة المقاومة. ولكن على ما يبدو أيضا أن المقاومة فهمت اللعبة التي يسعى إليها أجهزة أمن محمود عباس وتفكيره. انظر في المقابل أستاذ مصطفى، أختم معك هنا في المقابل أستاذ مصطفى، أختم معك هنا لأن الوقت أدركنا. إذا استمر التصعيد مع هذه الإجراءات الإسرائيلية والآن ضوء أخضر لاستخدام طائرات مسيرة لتنفيذ عمليات اغتيال، غزة معنية بالتصعيد القادم؟ يا سيدي، غزة تراكم القوة، تراقب كل ما يجري سواء في القدس أو في الضفة الغربية أو في جنين أو في نابلس، وهي على أتم الاستعداد، وأوصلت رسائل عدة للكيان الصهيوني عبر ما يسمى بالوسطاء، وهي على أهبة الاستعداد للرد على جرائم الاحتلال فيما لو حاول بداية المس بشكل كبير في المسجد الأقصى. وأعتقد أن ما حدث في 2021 نموذج وسيكون أقوى مما هو في الأيام القادمة. نسأل الله أن ييسر للشعب الفلسطيني ما يمكنه من تلقين هذا العدو درسا لن ينساه. شكرا جزيلا لوجودكم معنا الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف من غزة، شرفتنا في السد التاسعة.